اللي صار اليوم بدرعا يا جماعة خلانا نشوف كيف بتكون نهاية الاتفاقيات. اللي صار باختصار أنه نظام الأسد مثل العادي نكث العهد وما التزم بأي اتفاق، حاصر درعا وحاول يقتحمها وقصفها براجمات الصواريخ والمدفعية. أبناء ريف درعا كرروا الشيء اللي عملوه بال 2011 وانتفضوا نصرة لدرعا البلد. كانت نتيجة هاي الانتفاضة انه انحرروا عشرات الحواجز والثكنات العسكرية، اسروا اكثر من 70 جندي من جنود الاسد وسيطروا على اليات ومعدات. رسالتي لقادة الفصائل بشمال سوريا بادلب وريف حلب الشمالي، ترى يا قادة الفصائل هاي فرصة ذهبية وما بتتكرر للتمرد على كل الاتفاقيات ومهاجمة مواقع الاسد بشمال سوريا بمعرة النعمان وسراقب وكفرن بلوكفروم وحاس وغيرها من المناطق على خطوط الجبهة. ترى هاي الفرصة ذهبية وما بتتكرر. جبل الزاوي هيك هيك عم ينقصف، نصرة لجبل الزاوي وتضامن مع درعا اللي هلأ نظام راح يتفضله، نصرة للجبل وتضامن مع درعا البلد. بتمنى من كل قلبي انه تبدأ معركة سريعة.